اللي ضايع. وحا شرف امك شمشمي. ام بنو محمر. بقولك والله 60 سنه. انا محمر انا زكيت شوف. نزلت علينا اللي هو مشطاح مكون تقريبا من 100 كرتونه مساعدات، ال 100 كرتونه هذول يا عم ما كفنش شيء. الناس ذبحت بعض، اولادنا اطفال ماتوا من الجوع. احنا بنطالب العالم كله، العالم العربي الحر يفتح المعبر ويمرق المساعدات علينا، بدناش شيء، بدناش حارب معنا يا عم احنا، يمرق المساعدات علينا الاطفال الصغار وخلص. المساعدات محتواها معكرونه وطحين باكيتات كيلو وبسكوت وشغلات زي هيك وحلاوه. وهن بكفنش تقريبا 50 اسره اللي جابوهن، 50 اسره بكفنش، 50,000 اسره فوق الكرتونه. يعني مش مواد اساسيه؟ مش مواد اساسيه. احنا يا عمي بدنا مساعدات لاطفالنا. فهذه يا عمي الناس كتلت بعض عليها، فمنطالب احنا من الدول العربيه، منطالب مصر، منطالب السيسي يفتح معبر مصر. بدنا شيء يحارب معنا يا عمي، يمرق لنا بس لاطفالنا الاكل والطحين وبس. بدنا اكل في عرض المسلمين، فيش مسلمين. بكفي هذا، بكفي للموجودين. شو هذا؟ والله دوب الكفي للبنت الصغيره مسك. دوب ولا مسك هذا اللي من امبارح جعان. خمس انفار الدروب واحد اللي نزل. لا يكفي انه يكفي الشمال بكفيش. الناس ذبحت بعض، الناس كتلت بعض، لا في طحين ولا في اكل. بدنا مساعدات، بدنا حاجات تدخل الشمال. الشمال كله بنسرق، وين؟ في الجنوب، في غزه. طب ايش 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 محتوى الدروب؟ بسكوت بسكوت شوكولاته بسكوت فول رز حلاوه طحين. بعدين كيلو بدنا كيلو كمية بسيطة. احنا بدنا طحين، بدنا شكل زي هيك، بدنا طحين، بدنا خبز، بدنا شي ناكله، بدنا شي زي هيك. بكفيش 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 بكفيش. طلع 20 نفر على باكيت حرام. حرام يا عمي. بدنا مقاطيع، بدنا 30 نفر.